بدت عاصفة الحزمة عند انطلاقها كاستجابة ضرورية لمواجهة ميليشيا الحوثي التي انقلبت على الشرعية في سبتمبر 2014، لكن التدخل الإقليمي الذي قادته السعودية نهاية مارس 2015 أنتج تشكيلات أخرى متمردة على الشرعية في شمال اليمن وجنوبه. وقد أظهرت وقائع السنوات الخمس الماضية أن حرب السعودية والإمارات ثبتت سلطة ميليشيا الحوثي في داخل مناطق شمال اليمن وأجزاء من غربه وبعض المناطق الوسطى، لتأتي الجهود الدبلوماسية الدولية بمثابة شرعنة لتحكم الحوثي بتلك المناطق كسلطة أمر واقع. في ذات المسار وفرت السعودية الدعم اللوجستي والغطاء السياسي لدولة الإمارات التي أنشأت ميليشيات عسكرية في مناطق الجنوب والشريط الساحلي للحديدة وتعز حتى باب المندب. عرفت تلك التشكيلات بالحزام الأمني والنخب الحضرمية والشبوانية وقوات طارق وكتائب أبو العباس، وأوكلت لتلك الميليشيات مهمة إثارة الفوضى والسيطرة على الموانئ ومواقع النفط. لقد حرفت سياسة التحالف مسار معركة اليمنيين مع ميليشيا الحوثي إلى حرب استنزاف للجيش الوطني الذي اضطر لخوض معارك وجود مع ميليشيات التحالف، بالتزامن مع معارك سياسية خاضتها الشرعية مع الإمارات وصلت إلى أروقة مجلس الأمن، خصوصاً بعد تنفيذ أبو ظبي انقلاباً في عدن عبر ميليشيا المجلس الانتقالي أواخر أغسطس الماضي. حالياً يواجه اليمنيون خطر الميليشيات الموالية لإيران كميليشيا الحوثي أو التابعة للإمارات كالمجلس الانتقالي وحتى تلك الخاضعة للسعودية في المهرة. في ظل خذلان إقليمي ودولي وفر الحماية لتلك الميليشيات عبر اتفاقات ستوكهولم أو الرياض، وهو ما يفرض على اليمنيين تغيير معادلة التحالفات والبحث عن بدائل تحفظ سيادة اليمن واستقلاله.